عليكم أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا كلكم بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة سنة 2020، وحابة كمان اهنئ الاخوة المسيحيين بالاعياد، اعيادهم اعيادنا واعيادنا اعيادهم، وكل سنة وانتم طيبين والامة العربية كلها بخير. الحقيقة النهاردة موضوع الحلقة بتاعتي هو موضوع يعني يهم كل أسرة مصرية، مش بس الأسرة المصرية ولكن كل أسر الوطن العربي. حلقتي النهاردة هي عبارة عن عنوان: هل تقبلين زوجك يتزوج عليك أم يخونك؟ الحقيقة يعني أنا من ساعة ما أعلنت عن موضوع الحلقة امبارح وقلت إنه دي هتبقى حلقة النهاردة، كانت في ناس كتيرة جدا متحمسة لموضوع الحلقة، وفي ناس كلمتني، وفي ناس كمان قالت آراء، وأنا كنت بفضل إن هم يقولوا آرائهم على الهوا. عندنا أربع نوعات من الزوجات. في زوجة بتقول لك أنا مدام باكل وبشرب مش مهم، يتجوز اتنين تلاتة أربعة مدام يكفيني. في واحدة تقول لك أنا يتجوز زوجة تانية لأنه ربنا حلل مثنى وثلاث وربع. في واحدة ممكن تقولك أنا ما أقبلش زوجة تانية، ولكن ممكن يبقى له صاحبة يبقى له صديق. وفي نوع رابع لا يقبل لا زوجة تانية ولا يقبل العشيقة. ودي مش بتتكلم على حتة بقى كرامة وحتة هي طبعها كده أو هو ده نوعها، إن هي ما تقبلش في زوجها شريكة، لا زوجة تانية ولا عشيقة. وأنا شخصيا عن نفسي من نصيرة النوع الرابع من المرأة دي. الحقيقة أنا عايزة أقول حاجة، إحنا الشرع والدين أحل للرجل إنه يتزوج مرأة واتنين وتلاتة وأربعة، بس في ناس كتير فاهمة إنه الشرع لما أحل الزواج من أكتر من امرأة فهمها غلط. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أحل ده أحله لأسباب، مش أنا شفت واحدة وعجبتني خلاص عايزة أتجوزها، أنا شفت واحدة شكلها حلو شوية ومراتي شكلها بقى مبعجر شوية فأنا هتجوزها. طيب هكمل كلامي بعد ما ناخد أول مداخلة، ومعانا الفنان الجميل وحيد السنباطي. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا نسرين؟ الحمد لله، ازيك يا فناننا، فناننا الجميل وحيد السنباطي. ربنا يخليكي، ميرسي يا حبيبتي. يا رب حبيبتي. ربنا يخليكي يا رب دايما. كنت عايزه بقى اسال حضرتك، بما انك راجل، ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ بصراحه حلقه صعبه، يعني انت مختاره موضوع صعب ومحتاج بس هو بجد محتاج مواجهه، ومواجهه قويه ان الناس يعني تتكلم فيه كده زي ما انت بتتكلمي، يبقى عالميه يعني. ربنا يخليك. هو السؤال يعني ممكن تقوليه تاني معلش؟ طيب انا عايزه اقول لك حاجه دلوقتي. انا بقول هل الزوجه تقبل زوجه تانية في حياه زوجها، ولا تفضل انه ما تكونش زوجه تانية ويكون له صديقه او بالمعنى اللي هنقوله عشيقه؟ فكنت اتفضل. يعني هو في تراث العائلات المصريه والبنات من مده، ان يعني في مقوله كده او بيقولوها او مثل، طالما الراجل بينام جوه بيته يبقى خلاص. ده كان يعني في التراث المصري تمام. يعني لحد قريبا، ولكن ما زال بعض الاسر مقتنعه بالكلام ده، ان طالما الراجل بيخرج بيخون بيصاحب بيعمل اي حاجه بس بيرجع البيت ينام يبقى اطمني وسيبيه. لكن ما اعتقدش ان ده صح، او على الاقل دلوقتي ما بقاش الراجل كده، لان هي لو سابت الراجل يخون وتعيش على كده، وان هي معتقده ان هو خلاص طالما مش متجوز عليها فما فيش حد هيشاركها فيه، او لا هو في حد بيشاركها فيه فعلا، ومش واحده يمكن اتنين او ثلاثه، ولو سابته على الحاله دي لازم تبقى فاهمه انه ممكن جدا يتجوز وهي ما تعرفش، لان خلاص هي يعني سابت له الحبل ومش
والموضوع مش فارق ما معاها، عملتلوش فده وقفة، ما عملتش وقفة. ما عملتش وقفة، فده هيشجعه على انه يعمل اللي هي كانت خايفة منه. تمام. فده طبعا يعني كلام، يعني انا لا ارجحه خالص للراجل يعني، وانا مع المرأة، ويمكن انت عارفة انا دايما حضرتك دايما نصير واخد المرأة. صف المرأة، أنا عارفة طبعا حضرتك نصير المرأة. فانا رأيي ان الست ما تنتظرش، يعني مسألة انه يتجوز عليها دي برضو زي ما انت قلتي قبل ما اطلع انا معاكي على الهوا، ان المسألة حتى لو ربنا محللها فهو محللها الاسباب، بالظبط. يعني اذا كانت الزوجة مريضة، اذا كان ما فيش خلفة، يعني اسباب كتيرة، لكن مش مسألة انه هو يعني يتجوز لمجرد الرغبة او المتعة او الجواز، او الجواز لمجرد الجواز، يعني طالما اوريدي مفيش مشاكل بينه وبين مراته تمام. والحياه لطيفه وهو اختار صح، يبقى المفروض ما يعملش كده عشان ما يقهرهاش، تمام. لان دي بتقهر المراه وانا بيبقى قلبي معاها جدا يعني. ربنا يخليك فنانة الجميل. كنت بس عايزاك توصف الرجل متعدد النساء بكلمة. نسوانجي. والله دي احسن حاجة قلتها، احسن ما انا قلته. او يعني راجل هو معاه فلوس، او انا يا بسميها فراغة عين. لا يعني عارفة هو ايه، يعني حسب الشخصية، ممكن واحد يكون مثلا كان محروم مثلا، تمام. يعني عاش حياته ما كانش بيقدر يعرف صديقات، ما كانش بيقدر يعمل علاقات وهو صغير مع بنات، فلما كبر واتجوز وبقى فاهم، فده بتبقى مشكلته كبيرة، لأن ده بيبقى كان محروم، فده هيبوظ الدنيا وهيخربها وهيخرب بيته بدري بدري. بيعيش وفي بقى فترة راجل المراهقة على كبر. وفي راجل بيبقى مش قادر لأن ما معهوش فلوس تمام مثلا، تمام فلما ربنا بيديله يبقى معاه فلوس تلاقيه بيحاول يعرف غير مراته أو يتجوز عليها أو يصاحب أو أو. تمام وفي راجل بطبعه نسوانجي يعني، وده انا رأيي ده ارحم راجل، لان أرحم. الراجل ارحم من الاثنين اللي قبله، طب وجهة لان نظر حضرتك ايه يا فنان ان هو يكون ارحم؟ يعني النسوانجي ده هو راجل اوريدي بيحب الستات، لكن مش ما فيش واحدة هتقدر تاخده مثلا من مراته اللي هو بيحبها، ممكن يكون بيحب ست لكن بيحب يشوف ست تانية، بيحب يبص، لكن مش بيعمل يعني ايه، مش بيعمل الغلط اللي عرضه ده، لان هو اوريدي كان شبعان من صغره وكان بتاع ستات وكان بيقدر يمارس كل الحاجات اللي هو كان نفسه يمارسها وهو متجوز، ويمكن مارسها قبل الجواز، فبقت الدنيا بالنسبة له، لكن ايه نسوانجي بيحب يبص بيحب يشوف، لكن ده مش ممكن يضحي ببيته او يضحي بزوج كويسة علشان يتجوز واحدة تانية او عشان يعرف واحدة تانية، تمام. يعني هو ده ارحمهم. لكن التاني اللي هو مثلا جات له الفلوس ده ممكن يبقى كارثة، بيضيع بيته ويضيع الفلوس ويضيع كل حاجة ويخرب البيت، تمام. والتاني اللي كان محروم او عنده عقدة من صغره في البنات ده برضه كارثة، لكن اللطيف النسوانجي ده اللي هو بيحب المرأة وبتاع ده ما فيش خوف منه، طالما اوريدي هو له زوجة بيحبها فما فيش خوف منه ان هو يكون بيحب الستات، تمام. يعني مش ميرسي ميرسي ليك يا فناننا الجميل، ومتشكرة جدا ليك وعلى آرائك الجميلة دي، وأنا متشكرة لك جدا جدا. وكلامك برضو أهو من ضمن الرجال، يعني بعدينا بنعرف برضو نوعيات الرجال عاملة إزاي. ميرسي ليك يا فنان، متشكرة جدا. معانا مداخلة تانية، ومعانا الأستاذة عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة. وألو. الو، ازيك يا استاذه نسرين؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير يا رب دايما. ايه رايك في موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده؟ الزوج، الزواجه الثانيه يعني، ولا الزوجه الخيانه، التانية، هل تقبل الزوجه زوجه تانية في حياه الزوج، ام تقبل خيانه او ولا ده عشيقه؟ ولا ده؟ يعني ازاي يعني يبقى في تخيير بين اهانه واهانه اكتر؟
تمام. يعني ازاي تتوقعي هو الزوج يقبل خيانة زوجته عشان الزوجة تقبل بخيانته؟ لا هو طبعا، يبقى ده الطبيعي ان انا اقول لك لا، مفيش حاجة اسمها اقل من الضرر، ضرر يعني ضرر اقل. يعني عشان انا ارفض ان جوزي يتجوز جواز ثاني اخليه يرتكب فاحشة ويدخل علينا وهو مش رجل مرتكب زنا من المؤسف وزنا يا أستاذة مبارك عبير كمان إنه من في الزوجة. نوعيات من النساء، وفي منهم كلموني امبارح، فعلا من المؤسف أو المحزن إن أنا صدمت لما لقيتهم بيقولوا لي لا إحنا أنا ما أقبلش زوجة تانية بس أقبل إنه يصاحب. دي كارثة. ليه؟ لأن الثقافة الذكورية للأسف بتبارك إن الزوج يتعدد في علاقاته. الثقافة الذكورية بتقول لها إن كده كده هو هيخونك، وده مش حقيقي. الراجل تمام. إنسان وفي منه الشريف وفي منه المحترم، وهو مش إنسان بطبعه دنيء. إحنا اللي بنروج إن هو دنيء وإن هو طفل، لدرجة إن هو صدق نفسه، يعني هو صدق ده. تمام. فحتى الست هي اللي بتقنع نفسها ان الراجل ما يكتفيش بواحده، وده مش حقيقي بالمناسبه. الراجل يقدر يكتفي بواحده وبيحب، لان الانسان خلق احادي اصلا، ما خلقش معدد سواء راجل او ست، ما تمام. ينفعش يتقسم لكذا حد. سيبك من الشرع، لان ربنا حلل الزوجه الثانيه لظروف معينه فعلا. وقفل بالايه بعدم القدرة، وعدم القدرة على العدل إذا يبقى في ممانعة. وطبعا الفقهاء والأئمة المحترمين أقروا إن الأصل واحدة. إذا إحنا من منطلق الواحدة مش ممكن الست تقبل بواحدة تانية، سواء كانت في علاقة محرمة أو سواء كانت في علاقة شرعية. تمام أستاذة عبير، ممكن تخليكي معانا ومعانا فضيلة الشيخ السيد الهادي من علماء الأزهر الشريف. وألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. إزيك فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ، الحلقة بتاعتي النهاردة بتتكلم على إن الزوجة هل تقبل زوجة أخرى في حياة زوجها أم تقبل عشيقة أو خيانة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد. وبعد، على الصلاة والسلام. الموضوع يتوقف على الثقافة. تمام. يا ثقافة الزوجة دي ثقافة دينية ولا هي ثقافة عامة وما تفرقش معاها حلال أو حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه إن الصلاة الحلال والسلام. بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، تمام، إلى آخر هذا الحديث. لكن العمدة في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فضلت الشيخ، بس ذلك عايزة أدنى حضرتك ألا توضح تعولوا. مثنى وثلاث ورباع لإيه؟ في قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، هذا الأمر يا ترى هو للوجوب أم للاستحباب؟ فمن قال بأنه للوجوب فقد أوجب الله تعالى التعدد على الرجل، ولكن جمهور العلماء قالوا بأن الأمر في القرآن الكريم قد يأتي للوجوب وقد يأتي للاستحباب. فمثلا في قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل هذا هنا للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب. حينما يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذا للوجوب أم للاستحباب؟ للوجوب. إذن في هذه الآية التي معنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اختلف العلماء فيها هل هي للوجوب أم للاستحباب، لكن الجمهور على إنها للاستحباب، للإباحة. الله تعالى أباح للرجل أن يعد، ولكن لو نظرنا في تزييل الآية يقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وكأن الله تعالى اشترط للرجل حينما أباح له التعدد أن يعدل بين الزوجات، فإن لم يستطع العدل فعليه أن يكتفي بالواحدة، حتى وإن كانت واحدة يجب على الرجل أن يعدل مع هذه المرأة. فضيلة الشيخ، معانا الأستاذ عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة مع حضرتك، وحضرتك معانا برضو، بس كنت عايزة أعرف رأي حضرتك يا أستاذ عبير على الكلام، كلام فضيلة الشيخ.
ماله كلام يعني، انا هعمل على الشيخ جوزي يقول الفتوى ده انا بس قالها بشكل. استاذ الو، عبير، ايوه استاذ عبير سامعينا حضرتك؟ انا سمعت كويس جدا. تمام. فضيلة الشيخ، حضرتك سمعتي كلام فضيلة الشيخ؟ سمعت كلام حضرتك الشيخ، وهو اجاز واضاف واضاف ان الاصل واحده زي ما هي الاسم الاكبر احمد الطيب، وقال في شرط العدل. ده تقريبا اللي انا قلته. انا سالتيني بشكل شخصي، انا مع سيدي او الزواج ان هو يتجوز ولا يخون، مثلك ولا ده ولا ده. تمام بالظبط. انا برضو من راي حضرتك ولا يتجوز ولا يخون، لانه زي ما بنقول برضو انه الزواج شرع لاسباب. فضلت الشيخ معانا برضو. لا حضرتك بس معلش كنت عايزه اكمل من فضلك. يعني اتفضلي. احنا لازم نتكلم بإحصائيات. اذا احنا بنشوف مشكله الزواج او الراجل يتجوز ولا يخون، حضرتك عارفه نسب الطلاق قد ايه والسبب بسبب الزوجه الثانيه؟ انا مش ممكن ابني حياه اسره ثانيه على اطفال اسره قديمه. دي واحده. ثانيا ان نسبه الزواج الثانيه في مصر لا تتعدى ال 4%. اذا المجتمع اصلا رافض لفكره التعدد دون سبب. غير كده ثالث حاجه، ان الراجل في الظروف الاقتصاديه، الظروف المعيشيه، الظروف الاجتماعيه لا يستطيع ان يعدل مع واحد. فكيف تقولي ان المفروض ان هو يكون او يتجوز؟ اما فكره الخيانه وهي الزنا وهي العلاقات غير المشروعه، العلاقات المحرمه، المطلوبه من المفروض من الراجل مش من الست. لكن الست انها تولي مسؤوليتها الشخصيه ان زوجها يبقى سلوك على بشكل ورقي، لكن هو متاح لافعال رذيله بره، ده امر مكتوب عليه زيها زي الزنا، بتشاركه هي في الفعل المشين او الفعل اللي بيغضب ربنا. تمام. فضيلة الشيخ معانا حضرتك؟ فضيلة الشيخ مع حضرتك. فضيلة الشيخ، زي ما كنت بقول لحضرتك، بس انه في رجال كتير فاهمين موضوع مثنى وثلاث ورباع، انه انا لو شايف واحده عجبتني بجوزها، انا لو شايف مثلا تزوجت مراتي وبعد مرور الزمن والخلفه والحمل والولاده شكلها اتغير شويه فمتضايق من شكلها، فشفت واحده جميله فاتزوجها، ولما تيجي تكلمه يقول لك والله ربنا حلل لي ده. فانا عايزاك حضرتك توضح لرجال كتير مش فاهمين معنى مثلى وثلاث ورباع الزواج ربنا حلله، ان هو يجمع بين اكتر من زوجه في اسباب معينه. يا ريت حضرتك تقولي الاسباب المعينه دي. هي المشكله ان احنا مش فاهمين معنى الزواج. تمام. الزواج في الاصل مشاركه، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ولذلك ينبغي على الرجل وعلى المرأة أن يعيش من خلال هذا المبدأ، مبدأ السكن والمودة والرحمة. لكن عادة بيحدث في كل أسرة ما يشين هذه العلاقة ويغير ما في نفس الرجل أو ما في نفس المرأة. فإذا ما يعني قصرت المرأة في حق من الحقوق أو قصر الرجل في حق من الحقوق، فعلى الطرف الآخر أن يصبر. فإن لم يستطع أن يصبر فقد جعل الله تعالى الطلاق بيد الرجل وعليه تبعاته، وجعل الخلع بيد المرأة وعليها تبعاته. لكن إذا أراد الرجل أن يتزوج فالزواج ليس كلعب الصغار، الزواج يحتاج إلى نفقات ويحتاج إلى مال ويحتاج إلى مسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن حينما يفكر الرجل في الزواج فلا بد أن يكون هذا التفكير له سببه، والسبب يعود إلى الرجل نفسه لا يعود إلى غيره. لكن حينما تسأل المرأة هل يعني ترغبين أو توافقين على أن يتزوج الزوج أو أن يخون، فالمرأة المتدينة لا يمكن بحال من الأحوال أن ترضى بالخيانة. لكن ثقافة النساء بتختلف من مجتمع إلى آخر، ولذلك بيتحكم في هذه المسألة العقل أو العرف أو الشرع. فإذا كانت المرأة تحكم الشرع ارتضيت بالزوجة الثانية خير لها من أن يخون الزوج. ولكن إذا كانت بتقيس هذه المسألة بالعقل أو بالعرف، فالعرف أحيانا يوافق وأحيانا يرفض.
أما العقل فبتتوقف على ثقافة المرأة، فإذا كانت في بيئة يعني لا تتورع عن المعاصي والذنوب والآثام فتقول لا حرج أن يخون ولكن لا يتزوج شكلي قدام الناس. طيب لكن هناك الشيخ، امرأة متدينة تنظر إلى الحلال وإلى الحرام، عندها يعني يتزوج الرجل عليها وأن تكون زوجة ثانية خير لها من أن يخون الزوج. طيب فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، هل شرعاً يجب على الزوج تبليغ زوجته الأولى أو الثانية أو الثالثة بكل زواجة، وفي حالة عدم موافقتها ورفضها للزواج حكم الشرع إيه؟ يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر هذه الآيات. ومن بداية هذه الآية فمن حق الرجل أن يتزوج وليس من حق المرأة أن تعلم بهذه الزيجة، وليس من حق المرأة أن تعترض، لكن لها الخيار إما أن تستمر مع هذا الزوج وإما أن تطلب الطلاق كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما تزوج أحد أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرتبط ببنت أبي جهل، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون اعتراض عن هذا الزواج، قال له: إما أن تطلق ابنتي وإما أن تصرف النظر عن هذا الزواج، فخيره صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأن تجتمع بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل في بيت واحد، لكن النبي لم يعترض على هذا الزواج، وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. ومن حكمة الله تعالى أن النبي عدد الزوجات ومعظم الصحابة عددوا الزوجات، وكان هذا عرف في المجتمع إلى جانب الشرع، فالشرع لا يعني يتعارض أبدا مع المجتمع ولا مع العقل ولا مع العرف. تمام. لكن علينا أن نسير العرف وأن نسير العقل حسب الشرع، إن الحلال بين وإن الحرام بين كما قال صلى الله عليه وسلم. على الصلاة والسلام. بشكرك فضيلة الشيخ. أستاذة عبير معانا. هي مع حضرتك. حضرتك أستاذة عبير، أي تعليق على الكلام كله أو ليكي حضرتك رأي آخر يا ريت نسمعه؟ إن الرسول عليه السلام هنا تزوج من السيدة خديجة وعندها مدة عدد لسنين وليها علاقة بالحياة، دي وجهة نظري الشخصية لكن مش الفقهية، لست شيخة. وفعلا زي ما قال شيخنا الجليل رفض أن تتزوج فاطمة، أن يكون فاطمة زوجة أخرى، والرفض أتى بالانفصال، وهذا ما يحدث تحديدا حاليا في الظرف المدني اللي احنا فيه، أن المرأة ترفض كلها لما تتضرر وزوجها يتزوج عليها لأنها اتجوزته لوحده بعقد شرعي. تمام. وعلى فكره المقترحين برضو ان ده يتحط في العقد، في بدايه العقد الست او البنت تروح تتجوز الراجل اللي وحده بنصده، ياخدها من الرجاله ومن الجيله على اساس ان هي متجوزه واحد مش متجوزه واحد بمراتاته، فكون ان هو واخد قرار شرعي بدون ان يرجع لها او ياخد رضاها ويقرر ان يدخلها عائلات اخرى في حياتها حقها انها ترفض. احنا بنقول من ده بقى من بدايه العقد كده يتفقوا، لو كان الراجل دوت عايز يعدد ويشوف نفسه من الفقوله والمقدره الماديه والقوامه اللي يقدر ان هو يعدد ويقيم العدل كما يفعل فعل الرسول، ولكن ليس في حياته خديجه عليه افضل السلام، يفعل دوت ويكتب في العقد، لو ما عملش دوت يتحبس لو هو ما اختارهاش. فاحنا هنحط يعني تنظيم مقترح، احنا نحط لابد من اختيار الزوجه لان الزوجه ده عقد صديقه، عقد مدني يرد فيه الشرع وعقد شريعه المتعاقدين، وممكن جدا الراجل اللي عايز يعاقب ما يتجوزش ابدا الست اللي رافضه التعدد، يروح يتجوز ست مرحبه بالتعدد. تمام. من الاول كده. تمام. البيوت ما تتسربش والاطفال ما تشرطش وتتربي في الشارع، نلاقي اطفال وارامل يتجوز ويخلف منها اربعه ثلاثه مجرد ما يطلع لها كرش، يجي الثانيه نفس القصه، واول ما يطلع لها كرش او تدخن شويه يجي الثالثه والرابعه. هم مش حريم، تقاعد الحريم دي انتهت من زمان، وربنا عدل وقال المصلحه الفضله هي اللي دايما بتبقى الاولى،
احيانا بيفضلها على النص، وده امر غير شرعي في الاسلام. وعشان كده نتمنى تجديد الخطاب الديني والرؤيه الدينيه اللي بتشوف المراه في المقدار الحقيقي اللي ربنا وضعها. ميرسي لك يا استاذه عبير، ومتشكره جدا على تعليقك وعلى رايك، ويعني التعليق وراي حضرتك برضو اكيد افاد سيدات كتير بتتفرج دلوقتي وبتسمعنا. حضرتك يا استاذه اتفضل. انا اوافقها الاستاذه في الاقتراح اللي اقترحته، لكن ده ايضا موجود في شرع عندنا، المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فأنا أشترط على الزوج ألا يتزوج علي، هذا من حق المرأة في بداية العقد، فإذا اشترط هذا لا يجوز للزوج أن يتزوج عليها. تمام، الله ينور عليك فضيلة الشيخ. أن يتزوج يفسخ العقد ثم يتزوج إن شاء. فالمسلمون عند شروطهم، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بس شرط إن هذا الشرط اللي يشترطوه لا يحل حرام أو لا يحرم حلال. وكذلك أيضا من حق المرأة أن تشترط على الرجل أن يكون الطلاق بيدها أيضا كما هو بيده. بارك الله فيك يا شيخ، ودي حاجة مهمة جدا كنا حابين برضو أن احنا فعلا نعرفها، وكلام حضرتك اللي انت قلته ده دلوقتي مهم جدا، لأنه كانت في ناس كتير بتقاوحنا في الموضوع ده. بنشكرك جدا فضيلة الشيخ، وبنشكرك جدا أستاذة عبير، وشكرا للمعلومة الأخيرة دي فضيلة الشيخ، حتة أنه المرأة ممكن يجوز لها أن تشترط أنه يكون الطلاق بيدها، أو أنه فعلا تشترط أنه يخطرها بالزواج. شكرا فضيلة الشيخ، وميرسي ليكي جدا أستاذة عبير، نورتوني. زي ما سمعنا وشفنا رأي الدين ورأي الشرع من فضيلة الشيخ السيد عبد الهادي، السيد الهادي من علماء الأزهر الشريف، في أحقية أحلال زواج الرجل بالزوجة واثنين وثلاثة، وتفسير الآية مثنى وثلاث ورباع، وقلنا إنه لأسباب. ودلوقتي فضلت الشيخ برضو تفضل وقال حاجة برضو ممكن ناس كتير ما تكونش تعرفها، وهي إنه الزوجة يعني الزوجة ممكن تشترط في العقد إنه يكون الطلاق بيدها، ده جائز، والزوجة برضو ممكن إنها تشترط إنه اختارها وإعلامها بزوجة أخرى، وده من حقها إنها تقبل أو ترفض. معايا اتصال، معايا مداخلة من هيام من كفر الشيخ. وألو. أيوة، مساء الخير يا أستاذ. مساء النور يا حبيبتي. الموضوع جميل جدا يا أستاذة، ويهم المجتمع المصري كله طبعا. أنا بحييكي على إنك بتختاري مواضيع هادفة جدا بتهم المرأة في مرسي. كل مجالات، ربنا يخليكي زي ما احنا بنسمع منك. ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي. وبالنسبة لرأيي أنا طبعا أفضل إن الزوج ما يتزوجش، لأن الراجل ليه قلب واحد طبعا، وأما يتجوز اتنين لازم هيميل لواحدة. أكيد. فالتانية هتكون ضحية. أكيد. فالمفروض يعني هو ايه، انا افضل ان جوزي لا ياخدني ولا يتجوز عليا، انا افترك انا اتجوز واحد تاني وهو يتجوز واحد تانية براحته بقى. بالظبط كده، ده اللي انا بقول عليه، انه زي ما من حق الزوج انه هو يفكر انه يتزوج زوجة اخرى، ما هو اكيد الزوج ده مش كامل، ما هوش ملاك انزل من السماء كده. ومش كامل وعنده نواقص كتير، زي ما هو شاف نواقص في زوجته اكيد هو في نواقص برضه، فمن حقها برضه ان هي تبقى عايزه تتطلق وتتجوز زوج تاني. فكلامك اللي انت بتقوليه دلوقتي مظبوط، فكملي كلامك. وهو طبعا هو دلوقتي اصلا بيتجوز الست لمرحله معينه، لما يشبع منها يقوم يبص لواحده تانية غيرها، هنا الست تبقى مظلومه. بالظبط. وطبعا ولا تظلم، احنا مش عايزين لا ظلم ولا حد يظلمنا ولا نظلم حد. هو لازم الست لها كيان برضه، والست طبعا لازم أن تكون هي كمان عايشة حياة طبيعية وطيبة، ومحدش يعرقلها ولا يظلمها ولا يهزمها زي ما هو بالظبط عايز يشوف نفسه. الست برضو أكيد طبعا هو ممكن يتكلم معاها عن النواقص اللي محتاجها، ويقول لها مثلا أنت اتغيرتي، أو أنت مثلا حصل كذا، لازم ترجعين لي حبيبتي الأولانية كده. تمام بالظبط، احنا بنفكر كده. لكن طبعا هو ظلم جدا ان الراجل يتجوز على الست بدون اي سبب، يعني لازم يكون سبب قهري، ولازم يكون سبب يعني ايه ضروري انه يتجوز عليها وتكون هي موافقه. تمام تمام. بس طبعا غالبا الستات اللي بتوافق على زواج الزوج بتكون ست مهضومه او ست فيها نقص، ممكن ما بتخلفش مثلا، عشان كده ممكن تقبل وبتقضي معاه مثلا. عندها اسباب يعني الحياة. عندها اسباب، يكون في اسباب طبعا. ايوه تمام. يعني انا بحييكي ودايما منتظر منك كل جديد. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وانت كده من نوع الزوجه الرابعه اللي انا برضو بقى يعني انا بشجعها انها بترفض زوجه تانية وترفض الخيانه كمان في نفس الوقت. تمام
تمام مظبوط كده. ميرسي لك يا حبيبه قلبي هيام، نورتيني باتصالك وشرفتيني يا حبيبتي. زي ما بنتكلم دلوقتي اهو، وفي اراء مختلفه، زي ما انا قلت في زوجه ترفض زوجه تانية وترفض عشيقه، وفي زوجه ممكن تقبل، وفي زوجه يعني الزوجات مختلفه، وده برضو بيعتمد على ثقافه الزوجه وعلى البيئه اللي هي عايشه فيها والمجتمع اللي هي عايشه فيه والافكار او التربيه اللي اتربت عليها. الحقيقه برضو انا عايزه اقول يعني علشان ما بقاش انا، عشان انا مرأة ومتحيزة للمرأة وابقى ضد الرجل، لا يعني انا مع انه الرجل يتزوج لو الراجل فعلا عنده مشكلة. طيب معايا اتصال ومعايا دوابة من اسوان. والو دوابة من اسوان. الو دوابة من اسوان. دوابة اهلا بيكي يا دوابة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. أهلاً والله حضرتك بتتكلم في موضوع مهم يعني. تمام. هو عامة يعني الشرع يقول كلمته، ما فيش كلام بعد كلام الشرع. تمام. مهما كان في تسويف، مهما كان في، يا ما ربنا يقول للرجل يقدر يتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، طالما ربنا ما قالش المرأة تقدر تعمل، تبقى في فرق ما بين الراجل والمرأة. تمام. فما حدش يلعب في شرع الله. أما في حاجة ثانية يعني، هو عامة اللي بيقعد يقول لمرة أنا حتجوز أنا حتجوز أنا حتجوز، ده متضايق منها في حاجة معينة عايزها تصلح لنفسها فيها وبيحاول يغيظها، بس لأن اللي عايز يتجوز بيتجوز من سكاته. تمام. غير ما يقول لها أنا حتجوز أنا مش حتجوز، بيحطها أمام الأمر الواقع، ده اللي أنا أعرفه يعني. بيهددها يعني. الله أعلم. عايزها تصلح من نفسها، عايزها ربما يكون حاسس فيها اهمال شويه من ناحيته او فيها شر او فيها كذا، فعايزه تصلح من نفسها. تمام. بس هي مش فاهمه يعني، عشان كذا بقعد اقول لها انا حتجوز انا حتجوز كذا، بس بيغيظها. اما اللي عايز يتجوز حضرتك بيتجوز من سكاته. فعلا. بعدين كل حاجه نصيب. لو ربنا رايد له، اللي ربنا رايد له يتجوز، لو السماء اتطبقت على الارض حيتجوز ثاني وثالث ورابع، عشان دي اراده الله. تمام. ميرسي لك يا استاذه دوابه، ورايك يحترم ومتشكره جدا على مداخلتك. معايا صبحي من الاسماعيليه. والو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله تمام. والله انا يعني انا مبسوط بالبرنامج بتاع حضرتك وعلى التنيه اللي انت مختاراها ديت. ميرسي لك يا استاذ صبحي. لان انا يعني انا بقول على الهوا ان كان معايا زوجه زي العسل بصراحه من كل جميع النواحي. ربنا يا رب يخليها لك ويحفظها ليك يا رب. ورحت بقى بالعطرسه واللي رحت اتجوزت عليها، فزي ما تقول ربنا بقى اداني جزائي. يعني انت كان معاك ست زي السكر واتجوزت عليها؟ والله وصبيان وبنين. طب استاذ صبحي معلش ممكن اتدخل كده واسالك، كان في اسباب انك تتجوز عليها؟ والله ما في اسباب، انا اللي عايز ضرب بالنار والله. يعني انت اللي عملت كده؟ انا اللي عملت. ما انا بقول انا يعني بعملها عشان غيري ياخد عبره. طب وانت بقى كده رجعتها او هي انفصلت عنك او هي على ذمتك؟ والله هي معايا ست محترمه زي. يعني انت عرفت قيمتها بعد ما رحت اتجوزت عليها؟ وما زلت ولغايه ما بموت والله. طب تقول لها كلمه كده على الهوا وهي تبقى سامعاك كمان؟ اقول لها ايه؟ اقول كل كلمه حلوه ليها بصراحه. انا بقول لها وبعترف لها انا اللي غلطان وحقك عليا وانا اللي ظلمتك، وانت سبتي ازاي القمر؟ شفتي القمر من اول الناس ازاي؟ طب وانت بعد الكلام ده دلوقتي يعني انت الزوجه الثانيه لازالت على ذمتك ولا سبتها؟ لا والله على ذمتي. على ذمتك كمان؟ انت والله. كده انت كده بعد الحلقه دي يعني مش عارفه ايه اللي هيحصل معاك. لا والله انا بكلم الحقيقه وبقول لها. لا انا بقول لها قدام، بقول لها الكلام ده، بقول لها انا الذنب الناس اللي تخلص منها. طب انت ناوي على ايه مستقبلا؟ يعني انت خلاص هتستوب على الجوازتين دول ولا ممكن يبقى في جوازه ثالثه ولا ايه بالظبط؟ لا ثالثه مين؟ ده لو تالتة. لو عايز اراجع واحده ليهم ولا لاهاليهم، هراجع لاهاليهم تاني خلاص. والله انت زي العسل. زي العسل. ميرسي ليك يا استاذ صبحي. ميرسي ليك. يعني الحقيقه مش عارفه اقول له ايه استاذ صبحي، بس اهو راجل من الرجال بيقول ان مراته كانت زي العسل وزي ما احنا سمعنا، واتجوز عليها جوازه تانية وشكله ندمان على فكره، لانه طالع بيتكلم على الهوا بيقول
ويعني اكيد ممكن تكون الزوجه الثانيه بتسمعه دلوقتي برضو. اللي عايزه اقوله برضو اعزائي المشاهدين، يعني احنا زي ما بنقول ما بنعترضش على انا مش عارفه اتكلم من كتر الاتصالات. ناخد اتصال وارجع اكمل كلامي. استاذ محمد من القاهره، والو. اهلا بحضرتك. الو. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. والله بص انا ليا شويه نقط عايز اناقشها مع حضرتك. اتفضل. وانا بحاول اتصل من بدري بس ما شاء الله يعني اتصالات كتير، ف شرفتنا وعلى راسنا. يعني حضرتك بالك طويل عليا شويه. معلش والله من الاتصالات، اتفضل معاك. اتفضل. بصي اول نقطه هو حضرتك، معلش انا ليا اعتراض على الموضوع المناقشه اساسا. حضرتك بتناقشي ما بين العفه والطهاره، تمام، اللي هو بالتعدد، وان يبقى واحد بيخون مراته، يعني المناقشه بعيده وفي بعد ما بين الشمس ولا ما بين القمر والشمس. هو حضرتك انا اتناقشت المناقشه دي او الموضوع ده لانه مع الاسف حلقتي ان انا صدمت وصعقت من سيدات ورسائل جاتني كتير، والناس برضو اتكلمت معايا ان هم بيفضلوا ان يبقى الرجل ليه واحده يعرفها وما يبقاش فيه زوجه تانية، ولذلك انا عملت موضوع الحلقه كده لانه في نوعيات من النساء دي موجوده. واتفضل مع حضرتك برضه. اللي بيعمل حضرتك اللي بيعمل الموضوع دوت الاعلام نفسه، ان هو دايما بيصدر للمشاهد ويصدر للمستمع ان التعدد ده ما هو الا مذله للمراه وما هو الا اهانه للمراه، وان هي يبقى يعني جوازته زي ما بيقولوا كده في المثل، جوازته قبل جنازته ولا جنازته قبل جوازته. فالاعلام هو اللي بيصدر الكلام ده. احنا عايزين من حضراتكم تبقوا يعني اكثر وعيا باللي المفروض يتوجه للناس. تمام. ان التعدد هو ده فضيله وعفه. انت حضرتك عندك معلومه قد ايه في بنات عوانس ومطلقات وارامل في مصر؟ تمام. احصائيه سنه 2008 في اكثر من 16 مليون ما بين عانس ومطلق وارمل في مصر. تمام. انت حضرتك عارف ان دي قنبله موقوته في المجتمع المصري والمجتمعات العربيه عموما كلها. انا عارفه ان التعدد زي ما بتقول لحضرتك، زي ما بتقول حضرتك. انت حضرتك اعترضتي وقلتي ان انا من الفئه الرابعه اللي هي لا يتجوز ولا انا شخصيا عن نفسي. طيب. انا كنسرين محي الدين انا لا اقبل زوجه تانية ولا اقبل زوج يخوني. حضرتك زوج حضرتك ما شاء الله مقتدر ولا مش مقتدر؟ مقتدر الحمد لله. وعلى طيب. وبالرغم من كده لا تزوج لا مثنى ولا ثلاث ولا رباع، ومش هقول لك ان انا كامله مكمله. حضرتك قاعد في البيت ولا بيشتغل وبيعمل وبيحتك بالناس وبيخرج؟ بيشتغل وبيحتك بناس كتير، بعربيات وباجانب وبكل الاجناس. طيب. اللي تخطر على بالك. ليه حضرتك بتحطيه في موضع شبهه او موضع دايما يبقى في سبيله او قدامه سهل قدامه يبقى الرذيله، وانت حضرتك معترضه ومنع ان هو ممكن يتعدى؟ انا بلاش حضرتك كاخت او كيعني يعني نحط حضرتك في مكان زوجتي مثلا. معلش يعني. بس انا ما كنتش سامعه الحته اللي فاتت دي زي الناس، معلش ممكن تعيدها؟ انا بقول لحضرتك يعني زوج حضرتك ليه مثلا انت حضرتك معترضه وبتقولي انت من الفئه الرابعه اللي هو لا يتجوز ولا ان هو يبقى له علاقه؟ لانه ده رايي الشخصي، ده رايي الشخصي. تمام. او دي شخصيتي. طيب. طيب دي انت حضرتك كده، ما هو انت في حضرتك زي ما بتكلم حضرتك كمثال، في غير حضرتك كتير بينهج نفس المنهج بتاع حضرتك او نفس الراي بتاعك. ما هم برضه دي رايهم. مقتدر وعنده ان هو يقدر يتزوج بس خوفا على مشاعرك هو مش قادر يعمل الكلام ده. على فكره على فكره استاذ محمد، الراجل ما بيهمهوش مشاعر الست، لو عايز يعمل حاجه بيعملها. ميرسي لك يا استاذ محمد. معانا اتصال تاني ومداخلة أخيرة، نادية من الدقهلية، وألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بحييكي طبعا الموضوع الجميل اللي أنت بتتكلمي فيه. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بس ليه إحنا ما بنطبقش شرع ربنا؟ إن الراجل محلل له مثنى وثلاثة وأربعة، ليه بتعترض على ما حد، أنت قلتي دلوقتي أنت معترضة إنك أنت ما تقبليش إن جوزك يتجوز عليكي ولا يخونك. حضرتك ده رأيي أنا، أنا كشخصية قاعدة قدامك أنا ما أقبلش، لكن في ستات بتقبل. زي ما في ستات بتقبل في ستات ما بتقبلش، زي ما حضرتك انت ما عندكيش مانع اكيد ان جوزك ما دام بتقولي الشرع وكلنا ما بنعترضش على الشرع، لكن احنا قلنا ان الشرع يطبق في حالات معينه، ربنا ما قالش اتجوزوا على ستاتكم كده وخلاص، قال ان في اسباب. فحضرتك ممكن تكوني انت من الزوجات اللي ما عندهاش مشكله ان جوزها يتجوز عليكي واحده او اتنين او تلاته او اربعه. ميرسي لك يا استاذه نادية.
الحقيقه يا جماعه زي ما انا بتكلم هم بيقولوا لي انت اعترضتي. انا بعترض كشخصيا، انا شخصيتي كنسرين محي الدين لا اقبل ان زوجي يتزوج عليا زوجه تانية، ولا اقبل ان زوجي يخني، ولا اقبل ان زوجي يبقى له عشيقه. ده رايي الشخصي. الشرع حلل له، ممكن يروح يتزوج، عايز يتجوز اتنين وتلاته واربعه على عيني وعلى راسي، ولكن ننفصل او ينفصل، ومش انا لوحدي اللي كده، في ناس كتير زيي. يعني كل واحده، يعني انا اعرف ناس كتير بتقولك انا ما دام باكل وبشرب خلاص ما عنديش مشكله، واحده تقولك لا انا ما اقبلش، واحده تقولك لا خلاص يروح يمشي ويعمل واخر الليل هيرجع في بيته. النساء انواع، وكل واحده وليها راي، كل واحده وليها فكر. وزي ما كل زي ما الراجل محلل له انه يتزوج، من حق الزوجه ترفض، ما هو ربنا برضو اداها الحق انها ترفض وانها تقبل. عموما يعني الموضوع انا بصراحه كان عاجبني، والموضوع عاجبني جدا، والموضوع يطول برضو، مش هينفع في حلقه واحده، اكيد هنكرر الحلقه دي تاني لانه في اتصالات كتير، وانا عندي الكنترول بيقولي اتصالات كتير. فانا بشكركم اعزائي المشاهدين، ويا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، والقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في حلقه جديده.